سلام الله عليكم. درس اليوم هو ثاني دروس مبادئ التصوير السينمائي والفوتوغرافي. سرعة الغالق شاتر سبيد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. سرعة الغالق هو الوقت الذي يأخذه غالق الكاميرا ليظل مفتوحا حتى تصل كمية من الضوء إلى حساس الصورة، وهو أيضا أحد عناصر مثلث التعريض الذي يمكننا من الحصول على الإضاءة المناسبة لكل صورة، والذي يتكون من فتحة العدسة، الإيزو، وسرعة الغالق. وتقاس سرعة الغالق بالدقيقة أو بالثانية أو جزء من الثانية، وهذه السرعات تختلف من كاميرا إلى أخرى. جدير بالذكر أن القيمة التي تعرضها الكاميرا لسرعة الغالق تمثل مقلوب القيمة الفعلية التي تراها أمامك، فلو رأيت قيمة سرعة الغالق 4000 مثلا، فهذا لا يعني أنها 4000 ثانية، بل 1/4000 من الثانية، بينما تمثل العلامة لقيمة الثواني الكاملة. فقيمة 15 مثلا تعني 15 ثانية وليس 1/15 من الثانية. السرعات السريعة لتثبيت الحركة وتجميد الأشياء المتحركة، ولكن تحتاج هذه السرعات إلى وجود مصدر إضاءة جيد. السرعات البطيئة تستخدم في ظروف الإضاءة البسيطة أو لإظهار حركة الأشياء، وفي حال تصوير أشياء ثابتة مع وجود إضاءة منخفضة يمكن للغالق البطيء أن يزيد من إضاءة الصورة، ولكن مع شرط وجود حامل ثلاثي أو أي شيء يمكن تثبيت الكاميرا فوقها. أما بالنسبة للتصوير السينمائي فإنه عموما يكون الإعداد القياسي لسرعة الغالق ضعف معدل الإطارات في الثانية. على سبيل المثال 24 صورة أو 25 هي 1/50، 50 إطار في الثانية تقابله السرعة 1/100. كل هذا لأجل حركة سلسة مشابهة لما تراه العين البشرية أو قريبة جدا من النمط السينمائي التقليدي. وقد تكسر هذه القاعدة لأغراض فنية خاصة. ستكون هناك دروس أخرى إن شاء الله تعالى نتحدث فيها عن الفيديو بشكل مفصل أكثر. سلام الله عليكم، ومع درس آخر إن شاء الله.